ميل على بلدي لا تشوف كيف البحر بيضحك لك، لا تشم تراب بلادي وترسم أحجار ومجدك. ميل على بلدي لا تشوف كيف البحر بيضحك لك، لا تشم تراب بلادي وترسم أحجار ومجدك. ميل على شاطئ حيفا خد لك من رمل وتسكر صورة بشوارع يافا وعلى صورة العكا مشوار. ميل على شاطئ حيفا خد لك من رمل وتسكر صورة بشوارع يافا وعلى صورة العكا مشوار. تطلق وزارة التربية والتعليم صباح هذا اليوم بالتعاون والشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مخيم الربيعي الكرامة لتعزيز ثقافة حقوق الطفل لدى طلبة المدارس. هذا المخيم ينظم في ثلاث مناطق، في مدرسة البيروني في طوباس مخيم منفصل مثل هذا المخيم تماما، وهذا المخيم في مدرسة بنات دير السودان، ومخيم ثالث في مدرسة القسطل التابعة لمديرية تربية شمال الخليل. يهدف هذا المخيم الربيعي إلى تعزيز ثقافة حقوق الطفل على وجه التحديد، واخترنا له اسم مخيم الكرامة ليلائم أجواء معركة الكرامة وما حققت لنا كفلسطينيين من استرداد كبير للكرامة العربية التي كانت قد أهدرت، ولتنمية الحس الوطني وتعزيز القيم لدى طلبة المدارس عبر العديد من الزوايا التراثية والفنية والرياضية والموسيقية والنشاطات المتعددة. كل هذه الأنشطة تصب ضمن قالب وطني في نحو تعبئة الجيل وتحصينه من الاستلاب الفكري الذي يحاول الاحتلال أن يؤثر فيه على الأجيال المتعاقبة. يأتي هذا المخيم، مخيم الكرامة الربيعي الأول، بالشراكة ما بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ووزارة التربية والتعليم ممثلة بالإدارة العامة للأنشطة. هذه فرصة لعقد هذا المخيم بما يحتويه من زوايا متعددة حقوقية تهدف لرفع وعي الطلاب في ثلاث مناطق. عمليا يعقد هذا المخيم في مديرية طوباس، وفي مديرية بيرزيت تربية وتعليم بيرزيت، وأيضا في مديرية تربية وتعليم شمال الخليل. يهدف لمناصرة حقوق الطفل بشكل عام، ويأتي بالتزامن مع يوم 5/4 اللي هو يوم الطفل الفلسطيني. هذا اليوم الذي أعلنه السيد الرئيس الراحل ياسر عرفات بيوم الطفل الفلسطيني، والذي تحتفل فيه دولة فلسطين بحقوق الطفل من أجل يعني رفع صوت الأطفال الفلسطينيين عاليا للتصدي للانتهاكات التي تلحق بهم جراء الممارسات الإسرائيلية. هذا في مدرسة بنات دير السودان الثانوية، محظوظين جدا اليوم لاستقبال المخيم الربيعي الأول في فلسطين، مخيم الكرامة برعاية وزارة التربية والتعليم والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. يأتي هذا المخيم في الوقت اللي بيحتاج الطلاب فيه يتعرفوا على حقوقهم، حقوقهم كطلاب، حقوقهم كأبناء، حقوقهم كمواطنين. وإن شاء الله المخيم محضر فعاليات يعرف الطلاب على جميع أنواع هاي الحقوق ويطبقها من خلال نشاطات مختلفة، إما في الكتابة الإبداعية أو الموسيقى أو الألعاب الرياضية. فإن شاء الله إحنا متوقعين مع نهاية هذا المخيم الذي يستمر 5 أيام من الأحد إلى الخميس إنه يكون عندنا مخرجات عظيمة من ناتج وأعمال الطالبات، بحيث إنه الفئة المستهدفة من المخيم هو الطالبات من الصف 7 إلى 9. هذا الجيل هو الفئة اللي بنعتمد عليها في تحديد هويته وحقوقه والمطالبة فيها والعمل على الحفاظ عليها. القدس وشوارعها وسماها أجمل مكان، ميل عنا واسأل عنا إحنا للكرم عنوان، وإذا بدك تتهنى الناصرة بتبعت سلام، قاعد بتحلى 100 أهلة بوجودك حلو الكلام. ميل على وادي عارة وركوة القهوة عالنار.